اللي بتسمعوه ده فقرة جديدة اسمها فنان مأجز. هنستضيف النجوم في الفقرة دي علشان يقولونا بيقضوا أجازتهم إزاي، وهل يا ترى هو مأجز دلوقتي ولا مش مأجز. أحلى حاجة إن احنا بادئين بفنان هو رمز وعنوان لكل هيت الصيف، يعني أغاني وخاصة الأغاني اللي في السنتين اللي فاتوا هي عنوان لكل ما هو مصيف، لكل ما هو مفرح، لكل ما هو مبهج. هو الفنان الجميل اللي ولد في مدينة الرباط وكلنا بنعشقه وبنحبه وبنحب ستايله، وفي شباب كتير يعني بدأوا ياخدوا الستايل ده في شكل حياتهم. هو النجم عبد الفتاح الجريني. كده يا عبد الفتاح؟ تمام الحمد لله. الحمد لله كله تمام زي الفل الحمد. منور انرجي واحنا مبسوطين جدا انك معانا في اول مره نعمل فيها فقره فنان مأجز. حبيبي ما تسلمش. يا ترى مأجز ولا مش مأجز دلوقتي؟ لا مش مأجز للاسف. ايه بقى، جوله عمل ولا بتحضر لألبوم جديد؟ بنحضر للاغاني، وكمان في عندنا حفلات في الاسبوع ده هتكون في القاهره كمان. ممتاز. يعني احنا بنتكلم دلوقتي من القاهره ولا من دبي؟ احنا بنتكلم من القاهرة لسه واصل. طيب ممتاز، منور القاهرة. طيب لو يعني اخترت اجازتك بايدك، لان احيانا ممكن تجبر ان اجازتك تبقى في مكان علشان يعني طبيعة الشغل، تحب تقضيها فين؟ والله مش هقولك، انا من عشاق مراكش، فهبقى عاوز اكون في مراكش. مراكش احلى مكان تقضي فيه الاجازة يعني، عشان أصولي من هناك، فبحس إن الموضوع يعني أكتر حبيبي. بس برضو أنا كذا مرة أو كذا سنة كنت بيبقى عندي هنا الأجازة في مصر، فبرضو كنت بستمتع بالعكس لأنه في عندي هنا أصدقاء، فأفضل يا المغرب يا القاهرة برضو يعني. أوكي. ما بين الاثنين. ما تحبش تطلع أوروبا؟ ما تحبش تروح في الأماكن دي في أجازاتك؟ لا لا، أجازات المصيف والحر والحاجات دي تفضلها إنها تبقى في الشرق الأوسط. متأكد؟ متأكد من الكلام ده؟ هيبقى مع أصحابي. أوكي. يعني الصحاب بتهون الحر يعني عموما، سواء كان في المغرب أو في مصر. طيب في الفترة اللي فاتت عملت نجاحات شديدة جدا، ومن النجاحات كانت في أعمال مشتركة مع فنانين تانيين، زي ما شفنا في لجوزاديرة، زي ما شفنا العمل الأخير اللي كان ديو هندي مع باتشا، وكان في يعني تألق جدا في المنطقة دي، زي غير جبرا فان اللي عملتها من قبل كده. احنا رايحين في المنطقة دي بنفسنا يعني، ممكن نشوف حاجة في بوليود قريب، ممكن نشوف أغنية في فيلم من الأفلام الهندية. هو غالبا ده المفروض الخطوة الجاية ان شاء الله، بس اكيد مطلوب مني برضو ان اعمل الاغاني المصري اللي الناس عرفتني بيها، وكمان المغرب. بس حلو انه يبقى فيه الفيوجن ده، انه بفكر دايما في حتة انه هل ينفع ان احنا كمان اغانينا تبقى بتتغنى برا، او على الاقل الميكس اللي ممكن نعمله معاهم يطلع شكله ازاي. فحتلاقوني ماشي كتير في السكة دي، وبوليوود خاصة لانه فتحت اول تجربه بالنسبه لي مع شاروخان كانت حلوه جدا، ففتحت لي بان كتير. صحيح، وكانت لطيفه، ايقاعها جميل جدا، والناس حبيتها وغنتها حتى في الشرق الاوسط يعني، واحنا كمصريين حبينا الاغنيه وكتهتها عندنا جدا يعني. فالخطوه دي انت شويه بتفضل انها تتوجه للشرق يعني، تروح للهند ما تروحش لامريكا زي ما قال الاغلب بيعمل. يمكن لانه لو هتلاحظ شويه في مزيكتنا، يمكن احنا مش عارف اذا احنا متاثرين بيه. في لحد قارب في الانواع المزيكا، في صحيح الغناء الى حد ما مش كتير، بس ممكن نسمعهم. حلو، فبالتالي بتلاقيني رايح للسكه دي اكتر. اوكي، وهي سكه مميزه بالنسبه لهم، في تقارب فعلا، بس تحديدا كل ما رحنا اتجاه الخليج بتلاقي حتى الايقاعات اتشابهت بنسبه كبيره. طيب سؤال اخير، انا عارف انك لسه جاي من سفر وتعبان، فمش عايز اثقل عليك علشان تبقى معانا على طول يعني. اول اجازه تفتكرها في حياتك وانت طفل؟ في المغرب. كنا بنروح المدينه عشان الجديدة. ده بالنسبة لنا احنا المصري، مدينة الجديدة معروفة جدا عندنا، كنا بنروح لها من كازابلانكا.
الصيف بتاعنا بيبقى هناك، وكنا بيحصل ايه العيله اللي برضه موجودين في عيلتي في مراكش فبنتقابل كلنا في مدينه الجديده. طب انا اسمع ان كازابلانكا هي مدينه برضه صيفيه وسياحيه ولا انا غلطان؟ هي فعلا مدينه سياحيه، بس ليه؟ لانه عشان نقابل العيله، لانه عيلتنا موجودين في مراكش واحنا في كازابلانكا فبنتقابل في النص. اوكي. موجوده في النص عشان كلنا نتلم. واضح جدا انك بتفضل القعده مع العيله والصحاب اكتر من انك تروح في اي حته، مع ان شكلك يا عبد الفتاح والستايل اللي انت عامله بيقول انك رايح فين انطلاق اكتر من ان اقعد مع حد اعرفه يعني. لا لا بالعكس. عموما شرف لينا انك تكون معانا على طول، ونتمنى دايما تكون كل اوقاتك مبسوطه وكل جديدك يبقى عندنا باذن الله. شكرا ليك. ميرسي جدا. عايزك بس في النهايه توجه كلمه للجمهور المصري في الصيف، عايزهم يعملوا ايه؟ عاوزهم يأجزوا شويه. عايزهم يأجزوا ويريحوا. ان شاء الله كلنا نبسط ونبسط باعمالك الجديده كلها باذن الله. شكرا ليك جدا. كان معانا نجمنا الجميل عبد الفتاح الجريني على التليفون. الف الف شكر.